تعرضت قاعدة جوية في وسط البلاد يوم الجمعة إلى عدوان صاروخي أمريكي أدى إلى وقوع خسائر 59 مجموع صواريخ الضربة الأمريكية على مطار شعيرات بحمص، أدى كما صرح محافظ حمص طلال البرازي إلى وقوع 9 شهداء مدنيين بينهم أطفال وجرح 8 آخرين. عمليات الإطفاء والإنقاذ جرت في القاعدة الجوية السورية التي تعرضت للعدوان لتعاود المقاتلات طلعاتها من المطار. إن نحن عندنا استراتيجية عسكرية وقوية ودقيقة منذ تأسس الجيش في عام 1945، لدينا استراتيجية وطنية قوية لم يستطع الصهاينة اختراقها حتى اليوم، بل حققنا انتصارات، وأذكر انتصار حرب تشرين التحريرية الشهير. فلن يؤدي لا ضرب مطار ولا غيره إلى تهديم أي شيء من هذا الفكر الاستراتيجي ولا من القوى السورية الوطنية. نحن السوريين نستنكر هذا العدوان ونشجبه بشدة ولا نستغرب، ولدينا مثل يقول عدو جدك ما راح يودك. نحن العداء اللدود بيننا وبين أمريكا معروف على مر العصور، وتعاقب الرؤساء إن كان زيد أو عمر أو جمهوري أو ديمقراطي هذا لا يعني لنا شيء، إنما نحن السوريين ثابتين، نحن لا يمكن نستغني عن شبر واحد من أراضي الجمهورية العربية السورية مهما بلغ الثمن. الرئاسة السورية صرحت أن العدوان زاد من تصميم سوريا على ضرب الإرهابيين وعلى استمرار سحقهم، وهذا الفعل من قبل أمريكا يوضح أن تعاقب الإدارات لهذا النظام لا يغير من سياسته لاستهداف الدول. كما ذكرت أن العدوان الأمريكي جاء نتيجة فشل أمريكا سواء بأستانا وجنيف أو الميدان. القيادة العامة أكدت أن العدوان مخالف لكل الأعراف والقوانين الدولية. واضح كان بيان يعني الجيش العربي السوري وأيضا رد الحكومة السورية. نحن في سوريا نرد على تلك الهجمات وهذا العدوان السافر يعني الموثق كما يقال، والذي كان مخطط له منذ فترة بعد أن فشل هؤلاء الوكلاء، أصبح الأصيل الآن يعني هذا المطار فقط. أيضا للعلم هو نفسه الذي تم إسقاط فيه الطائرة الإسرائيلية في الأرض المحتلة حقيقة، ويقال بأن هذا المطار كونه من أوسع المطارات في سوريا وأكبر المطارات ولديه يعني هناك الكثير من الطائرات بكل أشكالها بما فيها الـ 29 ميك 29 وسوخوي بكل أشكالها، وهو منطقة تدريب. إذن بمعنى آخر الرد سيكون من خلال ضرب الإرهابيين في أرجاء الجغرافيا السورية. المواقف الدولية تباينت على خلفية العدوان بين مؤيد ومعارض. الإمارات والسعودية والبحرين والأردن رحبت بالعدوان إضافة للكيان الإسرائيلي وتركيا وغيرها. في المقابل إيران وروسيا رفضت العدوان، معتبرا بوتين أن العدوان يعمق الهوى بين البلدين، منفذا للاتحاد الروسي جملة الإجراءات السياسية. ردا على العدوان أبرزها إلغاء اتفاقية تفادي الحوادث خلال العمليات. لقناة الرشيد الفضائية.